الفخامة والأناقة لأحلى وأجمل متابعين، رجعنا لكم بتغطية جديدة ومنتجات جديدة ومميزة من فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك أمام البيت. تعالوا نشوف المنتجات الجديدة والجميلة اللي توفرت عندنا لليوم، وحنبدأها من قسم السيراميك. توفر عندنا طقم جدا جميل في السيراميك بألوان أنيقة. تعالوا نشوف مع بعض. عندنا هنا اللون الوردي، رح يكون جاي عبارة عن الصحن الكبير والزبدية. عندنا كمان الصحن بالحجم المتوسط، وعندنا الأحجام الثانية الزبدية والصحن الأبيض. رح تاخدوا القطعة بخمسة ريال الغوير، وكمان رح يكون مع الكوب. كل قطعة رح تكون بخمسة ريال، والحلو فيه انه جايب اكتر من لون، كل واحدة واللون اللي تحبوه. عندنا بهذا اللون الجميل، اللون الأزرق واللون الأزرق. أخذنا لكم كمان يا أحلى وأجمل متابعين جميع قطع غيار قدر الضغط. شايفين؟ رح تاخذوا المجموعة بخمسة ريال. جديدنا لليوم المنظم الشفاف الجميل بهذا الشكل رح يجيكم. طبعا له استخدامات جدا متعددة، تقدروا تستخدموه في المطبخ للبهارات، وتقدروا كمان تستخدموه في جديدنا لليوم كمان أكياس حفظ الملابس رح تجيكم بهذا الشكل الجميل. طبعا وسطنا بألوان متعددة ومختلفة، رح يكون مقاسها 60 × 90 سنتيمتر. رح تاخدوا القطعة بخمسة ريال. عندنا كمان قسم كامل للمسكات العازلة للحرارة بأشكال وألوان مختلفة، رح تاخدوا المجموعة بخمسة ريال. عندنا كمان اللي وصلنا ورق الحماية للدواليب وللأدراج، طبعا له استخدامات جدا متعددة، وصلنا بالثلاث أحجام. عندنا هنا الحجم الأول رح يكون مقاسه 54 × 400 سنتيمتر، وعندنا المقاس الثاني 30 × 450 سنتيمتر، وعندنا المقاس الثالث رح تاخذوا القطعتين وبخمسة ريال. توفرت عندنا كمان الدعاسات الفرو بالثلاث ألوان، اللون البيج واللون النيلي واللون كمان الرمادي، ورح تاخذوا القطعة بخمسة ريال. عندنا تشكيلة جدا أنيقة وفخمة للعوازل الحرارية الخشب، وسطنا برسمات وأشكال جدا جميلة. شايفين؟ أشكالها جدا رايقة ومتنوعة، ورح تاخدوا القطعة بخمسة ريال. عندنا كمان المناشف لتجفيف المواعين بشكل عام، طبعا وسطنا بألوان مختلفة، رح تجيكم المجموعة فيها ثلاثة قطع بثلاثة أحجام مختلفة بخمسة ريال. وتوفرت عندنا كمان صحون التقديم بهذا الشكل، طبعا راح تكون بلاستيك وحجمها راح يكون متوسط، وسطنا باللون الفضي واللون الذهبي، القطعة بخمسة ريال. جمال وأناقة الصناديق الخزف اللي توفرت عندنا، طبعا راح تجيكم مع الغطاء هذا الشكل، حجمها راح يكون متوسط، ووسطنا بألوان وأشكال جدا مختلفة. شايفين؟ صراحة تشكيل. أخذنا لكم كمان يا أحلى وأجمل متابعين جميع قطع غيار قدر الضغط. شايفين؟ رح تاخذوا المجموعة بخمسة ريال الغوير، وكمان رح يكون مع الكوب. كل قطعة رح تكون بخمسة ريال، والحلو فيه انه جايب اكتر من لون، كل واحدة واللون اللي تحبوه. عندنا بهذا اللون الجميل، اللون الازرق واللون الازرق. عندنا كمان المناشف لتجفيف المواعين بشكل عام، طبعا وسطنا بألوان مختلفة، رح تجيكم المجموعة فيها ثلاثة قطع بثلاثة أحجام مختلفة بخمسة ريال. عندنا كمان المناشف لتجفيف المواعين بشكل عام، طبعا وسطنا بألوان مختلفة، رح تجيكم المجموعة فيها ثلاثة قطع بثلاثة أحجام مختلفة بخمسة ريال. جمال وأناقة الصناديق الخزف اللي توفرت عندنا، طبعا رح تجيكم مع الغطاء هذا الشكل، حجمها رح يكون متوسط، ووسطنا بألوان وأشكال جدا مختلفة. شايفين؟ صراحة تشكيل.
عندنا كمان المناشف لتجفيف المواعين بشكل عام، طبعا وصلتنا بألوان مختلفة. رح تجيكم المجموعة فيها 3 قطع بثلاثة أحجام مختلفة بخمس ريال. عندنا تشكيلة جدا أنيقة وفخمة للحوازر الحرارية الخشب، وصلتنا برسمات وأشكال جدا جميلة. شايفين أشكالها جدا رائقة ومتنوعة، ورح تاخذوا القطعة بخمس ريال. جمال وأناقة الصناديق الخزف اللي توفرت عندنا، طبعا رح تجيكم مع الغطاء هذا الشكل، حجمها رح يكون متوسط، وواصلتنا بألوان وأشكال جدا مختلفة. شايفين صراحة تشكيل، وكمان الترتر رح تاخذوا القطعة بخمس ريال. الغوير وكمان رح يكون مع الكوب، كل قطعة رح تكون بخمس ريال. والحلو فيه انه جايب اكثر من لون، كل واحدة واللون اللي تحبوه. عندنا بهذا اللون الجميل، اللون الازرق واللون اليوم رح نبدأ تغطيتنا في قسم المباخر. طبعا متوفرة عندنا أشكال جدا متنوعة ومختلفة. شايفين عندنا هنا السيراميك بأشكالها الجميلة، عندنا بهذا الشكل كمان المربع من متوسط إلى صغير باللون الأبيض واللون الأسود، وعندنا هذا الشكل الجميل. شايفين فيكم بهذا الشكل، طبعا ما شاء الله القسم متنوع. عندنا هنا كمان بثيم التولة بألوان مختلفة، عندنا هنا كمان الأشكال الجميلة هذه بشكل الماربل مع الغطاء رح تجيكم، رح تكون كل قطعة في القسم بخمسة ريال. ولا يفوتكم قسم التحف، توفرت عندنا فيه فازات جدا جميلة، رح تجيكم مع الستاند بأشكال مختلفة ومتنوعة. طبعا راح تكون سيراميك، تقدر تستخدموها كمركن زراعي، او تقدر كمان تستخدموها لادوات المكياج. شايفين اشكالها قد ايش جميله. وعندنا هنا كمان الحجم الكبير، راح تاخذوا القطعه بخمسة ريال. طلبكم اللون الفضي وفرنا لكم يا احلى واجمل متابعين، ووصلنا باكثر من شكل. طبعا راح يكون حجمها متوسط عندنا هذا الشكل، وعندنا كمان بهذا الشكل الجميل، وعندنا بهذا الشكل. رح تاخذوا القطعة بخمسة ريال. وفر عندنا كمان علب المناديل بألوان مختلفة ومتنوعة. شايفين الذهبي الفضي البني الروز جولد، كمان رح تاخذوا القطعة بخمسة ريال. توفر عندنا هنا السفر النايلون سواء للثلاجات أو لطاولة الطعام أو الأدراج بأشكال مختلفة، رح تاخذوا المتر وبخمسة ريال. عندنا هذا الشنط الجميلة للبنات، وصلتنا بأشكال مختلفة. شايفين عندنا هذا الشكل، وعندنا شكل القلب، وعندنا هذا الشكل كمان، وصلتنا بأكثر من لون، ورح تاخذوا القطعة بخمسة ريال. عيونكم يا أحلى متابعين، وفرنا الصينية الخشب، رح يكون حجمها متوسط. طبعا قسم الخشبيات متوفرة فيه أشكال جدا كثيرة ومتنوعة. شايفين ما شاء الله القسم كبير ومختلف، ورح تاخذوا القطعة بخمسة ريال. توفرت عندنا كمان صحون التقديم بالشكل المربع، وصلتهم ألوان مختلفة. عندنا هنا الأبيض والأسود، عندنا هنا اللون البني، شايفين درجات البني. ومتوفرة كمان بشكل الدائري بأشكال وألوان مختلفة، ورح تاخذوا القطعة بخمسة ريال. أكيد اللي وصلنا كمان من قسم أكياس الهدايا، الأكياس الكرتونية، طبعا جايتنا بأكثر من شكل. عندنا هذا الشكل وحجمه رح يكون كبير، وعندنا كمان بالشكل الثاني. شايفين رح يجيكم حجمه متوسط. طبعا هذه رح تاخذوا القطعتين بخمسة ريال، الحجم الكبير رح تاخذوا القطعة بخمسة ريال.
الجسم ما شاء الله متنوع، متوفرة فيه أشكال وأحجام مختلفة، سواء من الحجم الكبير أو الحجم الصغير، وكل مجموعة راح تكون ب5 ريال. جايتنا اللي وصلنا العلب البلاستيك أو الحفاضات البلاستيك، طبعا جايتنا بأحجام مختلفة. عندنا هنا الشكل المستطيل، راح تكون مجموعة فيه 3 علب و5 ريال، وعندنا كمان الدائري بالحجمين الوسط والكبير، وعندنا كمان بالحجم الصغير. عندنا هنا كمان الأحجام الصغيرة سواء بالشكل الدائري أو المربع، تختلف مجموعتها من 3 إلى 4 قطع و5 ريال.